اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار الاستاذ جمال الزهيري. ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا بيك كابتن اسلام، وحشنا والله. قول لي كنت وحشني والله، لان انت اللي وحشني. لا لان الاسبوع اللي فات الحمد لله على السلامه. كان عندك انذار انذارين استاذ النهارده، بس انا خدت على فكره الانذار قبل المباراه، قبل ده انا قالوا لي ان انت جيت. لا فعلا انا كنت نازل وجايب العربيه، حسيت ان انا قلت خلاص مش قادر. هو التحكيم، التحكيم ملوش حل. التحكيم برضه كابتن عصام عبد الفتاح برضه. لا هو كابتن اسلام عبر عنها بشكل كويس، قال لك وقع مننا. مفيش اي احتواء، ما كانش فيه. لا مفيش اي احتواء، ما مش معانا احنا الاحتواء. صحيح ده انا ناسي. ازيك يا استاذ محمد؟ مشرف كابتن، وسعيد اني موجود مع اسد زيت الحقيقه. طبعا اسد زيت كلنا طبعا، الكبار العظام دول. ومعارض معاكم، معارض من معارض من مجموعه المجموعه الاخرى طبعا. سلامه لينا على اول اعاره في يناير. ده انا لسه بقى، عشان ما تقولش ان احنا في كوسه ولا حاجه بنفتح الاتحاد بالليل ولا ايوه قصه. صح. لا صح. ازيك يا استاذ سامي؟ مشرف بيك يا كابتن. وانا عايز اقول لكم كلكم جماهير الاهلي ومشاهدينا، كل سنه وانتم طيبين بالمناسبه العام الجديد طبعا، وان شاء الله كل سنه حلوه علينا جميعا. يا رب تبقى سنه حلوه علينا. استاذ عصام، ازيك يا استاذ عصام؟ كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه طيب، وكل جمهور مصر وكل جمهور النادي الاهلي بخير يا رب. يا رب دائما يكون جمهور النادي الاهلي بخير، ومصر كلها تبقى دائما بخير. استاذ جمال، خليني ابدا مع حضرتك ب قرعة دوري الأبطال. أولا وجهة نظرك في وجود موسيماني للقرعة. احنا النهاردة الحقيقة كابتن أحمد حسام ميدو عمل تويتة كده قال، اتكلم فيها عن ان دي سقطة للاتحاد الأفريقي. فطبعا احنا شفنا شغلنا، وده اتعلمناه من حضراتكم، ان احنا نكلم الاتحاد الأفريقي نعرف لماذا كان موسيماني، لماذا كان الاختيار بالظبط كده. فهم قالوا ان بيتسو موسيماني ومعين الشعباني الاثنين كانوا هيبقوا موجودين. وبيتسو موسيماني هيسحب الكونفدراليه بما ان فريقه بيلعب في دوري الابطال، والشعباني معين الشعباني هيسحب دوري الابطال بما ان فريقه في الكونفدراليه. واعتذر معين الشعباني امبارح بالليل الساعه 11 او 12 بالليل، فاضطر ان هو يعني تاني يوم الساعه 1، فاضطر ان هو يستعين ببيتسو. هو اولا طبعا مع احترامنا لكلام كابتن ميدو، لا خلينا بقى، انا بقولت يعني ان ده حصل، خلينا نتكلم من وجهه نظره. لا هي وجهه نظره الشخصيه، لكن الحقيقه انه وجهه النظر دي ما تضمنتش حاجه مهمه قوي. المعلومه، ما هو في معلومه من البدايه بانه الاتحاد الافريقي مختار موسيماني والشعباني على اساس ان هم يبقوا صفر كده بالنص. صح. ان موسيماني حضر هذه القرعه بسبب اختياره سفيرا لقرعه دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه، ده وفقا لما اعلنه الاتحاد الافريقي لكره القدم، وبالتالي ما كانش مفاجئ ان هو يكون موجود. ثانيا، وهذه هي النقطه الاهم، ماذا يعني يملك موسيماني وهو بيجري القرعه؟ ان هو يجامل الاهلي في حاجه، يعني هيجامله ازاي مثلا؟ ما هي القرعه غير معروفه، يعني ما فيش اسماء معينه كده بتختار انت. صح. لا دي قرعه صماء، اي حد ممكن يشارك فيها بلا اي قلق من ان هو يبقى هيجامل حد يعني. نعم. كابتن اسلام، فالموضوع انا شايف انه عادي. وحتى كابتن ميدو لما قال لأول مرة في تاريخ الاتحاد الأفريقي، ممكن تكون أول مرة في تاريخ الاتحاد الأفريقي عادي جدا، بس ما هياش حاجات مقدسة يعني. أنت ممكن تغير طالما أن هذا لا يمس الموضوع، يعني لا يمس صلب الموضوع. الفيفا نفسه عملها في تصفيات كاس العالم. ايوه اقول لك كابتن، مفيش حاجه معينه، مفيش قاعده ومفيش ما يمنع، لانه ده مش بطوله واحده، بطولات اوروبا كاس العالم بيجيبوا نجوم من اللي هيلعبوا عادي جدا. بالظبط، يعني يكون بقى ساعتها واحد من الفايف اللي هم بيصفوا خمسه الكبار، حد تم اختياره سفير نوايا حسنه بيجيبوه. أيوة. النقطة برضو المهمة يا كابتن عصام، الكابتن إسلام، اللي احنا نتكلم فيها مسألة التصنيف. أيوة. اللي تم على أساسه ترتيب الفرق كلاس A وكلاس B وC وD، يعتمد على النقاط. وهنا برضو دي نقطة ترد على قضايا سابقة كان بيلام فيها الاتحاد الأفريقي. أيوة. ومنها قضية نادي القرن. يبقى إذن نظام النقاط البوينتس هو اللي بيتطبق، معترف به على مستوى الدنيا كلها، فما فيهوش مشكلة، وهذا هو النظام الموجود
داخل الاتحاد الافريقي. ده مش كده بس يا ريس، ده هو هذا النظام المطبق من 1994 بالظبط، هي نفس المعايير اللي اتباع نادي الزمالك او عشاق نادي الزمالك بيعترضوا عليها، وان هي جت مجامله للنادي الاهلي. نادي الزمالك حتى الان لم يعترض على المعايير التي تطبق حتى 21، هي نفس المعايير التي طبقت من 1994 بالظبط. فالامور ماشيه لغايه دلوقتي بالنقاط زي ما هم، وده اللي محدد الاهلي رقم واحد والترجي والوداد والزمالك، وكل واحد بياخد حقه بالنقاط. فلو الامور مش جيده ومش منضبطه من حق الزمالك ان يعترض الان حتى على تصنيف القرن ال21. يا استاذ غوسي دي احنا بنقولها بس باي ذا واي كده في لما كويس ان هي جت في السكه. طب انه الناس بس تعي ما يقال، انه القصه بالعكس، ده انت لما يكون عندك معايير تستريح، تبقى انت عارف من بدايتك او من بدايه مشاركاتك انه هيبقى فيه نقاط، المركز الاول كذا، الثاني كذا، الثالث كذا، الرابع كذا، صح؟ ده بياخدوها بالادوار كمان يا استاذ جمال، بتوصل لنتائج مباريات من دوري المجموعات. أيوة للادوار الاقصائيه وانت ماشي كم مره حصلت على البطوله، كم مره سيمي فاينل، كم مره دور الثمانيه، وهكذا. ده مبدئيا الكلام اللي هو الاجمالي الى ان نتحدث بقى في القرعه، المستويات في المستويات. استاذ محمد برضو القرعه، ايه رايك في القرعه و صن داونز للمره الثالثه او الرابعه التوالي يكون متواجد؟ صن داونز للمره الرابعه، الرابعه على يعني المره الاولانيه اللي هو كان فاز على الاهلي، وبعد كده الاهلي فاز عليه في التاسعه، وبعد كده فاز عليه في العاشره، وبعد كده دي رابع مره على التوالي. صن داونز ياتي في قرعه الاهلي، وكأنه مكتوب للأهلي والأهلي مكتوب له يعني. والحمد لله أن الأهلي له اليد العليا، يمكن الأهلي وصن داونز اتقابلوا تقريبا 10 مرات، الأهلي كسب 5 مرات، صن داونز كسب مرة وحيدة، هي المباراة اللي طلعت بنتيجة 5 أهداف، وتعادلوا في 4 مواجهات. أنا شايف أن قرعة النادي الأهلي هي القرعة الأصعب في المجموعات الأربعة. ليه الأصعب؟ لأنه خد فريق واحد من الأبطال، واحد من فرق تقيلة جدا اللي موجودة في قارة أفريقيا، فريق صن داونز من الفرق الكبيرة جدا، الفرق الرخمة حتى على ملعبها وبره ملعبها. كمان والأكثر من هذا، أن تأخذ فرقتين من السودان الشقيقة، ومواجهتنا مع السودان الشقيقة هي مواجهات بالرغم من فرق المستوى الكبير بين الكرة المصرية والكرة السودانية والنادي الأهلي والفريق والهلال والمريخ، الا انها بتبقى مباريات ديربيات فيها نوع من الحماس والدوافع الكبيره جدا، وفيها حساسيات كبيره جدا. يمكن شفنا اخر ماتش كان الاهلي والمريخ، والمريخ كان متقدم 2-0 ونجح النادي الاهلي في التعادل في اللحظات الاخيره. فطبعا هتبقى مواجهات صعبه، مواجهات ناريه بالنسبه للنادي الاهلي، محتاج فيها جهد كبير جدا. فهي مجموعه صعبه جدا بالنسبه للنادي الاهلي، انا شايفها هي المجموعه الاصعب من وجهه نظري اللي جت في القرعه يعني. استاذ سامي، انا عايز اخد من كلام الاستاذ محمد عشان ارد برضو على كابتن ميدو. يعني موسيماني نفسه يعني بورعه مفتوحه جدا وغير مش ممنهجه، اختار مجموعه ناريه للاهلي او سحب مجموعه ناريه للاهلي. فطبعا دي كابتن ميدو يعني تعليقك يعني مش موفق، وموسيماني مش قليل ولا الاهلي قليل عشان تعلق هذا التعليق الغير موفق. طبعا اذا كنت بنتكلم في نتيجه القرعه، يعني انا شايف ان وجود فرقتين من السودان بيدي تشانس فرصه عاليه جدا للاهلي وصن داونز ان هم يتقدموا للدور التالي، لان الفرقتين قيمتهم عاليه جدا في الكرة السودانية والكرة الأفريقية، زي ما بالبلد كده هيخلصوا على بعض. وهم في شراسة بين المريخ، هم ديربي السودان، هم في شراسة بين المريخ والهلال، والأهلي لازم يستفيد من هذا الوضع ويكون يعني جاهز، خصوصا عنده افتتاحية مع المريخ. فبالتالي يعني مطلوب منه ان هو يعني ياخد ضربه بدايه قويه جدا ويتابع في مسيرته في المجموعه للوصول الى الدور الثاني. فرصه ان الاهلي بيلعب مع صن داونز 4 مرات ورا بعض دي بتدي له ثقه عاليه، يعني بتدي الاهلي ثقه عاليه ان هو خصوصا نتيجته 3-1 يعني او 2-1 لحد دلوقتي، يعني ان هو صن داونز فاز في بطوله مقابل بطولتين للاهلي،
وان شاء الله البطوله الثالثه جايه للاهلي ان شاء الله البطوله 11. فانا شايف ان الاهلي يعني فرصته كويس عاليه رغم صعوبه المجموعه ان هو يكمل الدور التالي. وزي ما انت قلت في التقديم يعني بعد الدور الثاني ونخش دور الثمانيه في كلام اخر يعني بالظبط كده بالظبط يعني المهم نصعد وخلاص نصعد وفي صداره المجموعه ونعلي ثقتنا في انفسنا كلاعبين وجهاز فني ووصولا الى اللقب الحادي عشر ان شاء الله. استاذ عصام لا هي المجموعه طبعا زي ما الاخوه قالوها قويه طبعا لكنها كمان تحمل معاني كثيره. مجموعه ثاريه يعني اذا كان الهلال والسودان والمريخ قصدي هما ديربي السودان وبينهم يعني فكره الطار ولا العار يا ولدي كرويا طبعا كمان سان داونز مع الاهلي مسافات كبيره من التعويض هتبقى مطلوبه من سان داونز امام جماهيره. لكن في الاخر البطل دايما مش هيسال على الاسماء كتير. البطل دايما هيلعب مع اي منافسين ويفترض انه يبقى ليه يعني اليد العليا او اليد الطوله في ان هو يعمل افتتاحيه بس مطمئنه لجماهيره وبالتالي تمشي المجموعه في سكه ان الاهلي وفريق اخر نظريا وبالارقام صاعدين لا محاله يعني ما لم يكن بقى هناك كلام اخر خاص بالجهاز واللاعبين ده موضوعهم بقى فنيا يعني. انما المقاييس في الشغلانه في شغلتنا في كمتابعين ومراقبين احيانا لا بتقول ان الاهلي ومعه فريق اخر لابد ان يصعدوا عن هذه المجموعه. موضوع بس بيتسو موسيماني علشان الناس في مصر بقت المسافات دي بتلتهب. اولا فكره سقطه معناها ان في شيء ما خفي حصل وده مش صحيح والمفروض ان احمد حسام ميدو هو نموذج للمحترف كامل الاحتراف يعني رجل خط تجارب عالميه عنده طور كبير جدا يعي تماما ان هناك كده ملامح والقاب بتفرض نفسها على الساحات الكرويه في كل العالم ما بين نجوم كبار في التدريب في اللعب في ربما الاداره ايضا بيتم تكريمهم والافضل تكريما افضل تكريم يعني بيكون اثناء البطولات الكبرى في سحب قرعه في اعطاء مثلا كاس الافضل لاعب كاس للهداف و و و. فانا الحقيقه لابد اولا كان لو في سقطه تعرف السقطه يا جماعه ويتقال السقطه لانها خرجت عن المقاييس السقطه لان اللي بيجي يسحب القرعه مثلا بيكون ليه ادفانتج لفريقه وبالتالي حجبت الفرص عن اخرين يعني لا اعتقد ان هناك سقطه من الاساس اللهم الا اذا كان يعني فريق عمل ميدو ورطه من وجهه نظري في انه ده مقياس لم يصلح قبل يعني هو كان كتاب عموما لا انا بتكلم بشكل فريق العمل مش لازم يكون الشاشه اكيد معاه ناس بتعمل سيرش غير تجربته هو استاذ جمال مش تركزنا على ملاحظه كابتن ميدو لوحده لان في ناس اتكلمت تاني بالزبط. يعني في ناس كتير في البعض برضه على السوشيال ميديا ولكن انا بتكلم عن ميدو البعض لما بيلاقي كابتن زي كابتن ميدو بيقول بيزداد عندهم حجم الثقه باللي اتقال لكن طبعاً. هي مش طبعاً. مبنيه بس على اي مقاييس يعني قد يكون لديه ما يمكن ان يكون تفسير اخر فعليه ان هو يخرجه يعني قلت هو المعلومه مش خافي على حد ايوه ومعلنة من زمان من الاتحاد الافريقي فيعني لم يكن حدثا دبر بليل ما انا بقول لحضرتك يعني ما تفاجئناش تاني يوم نعم كان هدف منه تكريم بيتسو موسيماني بالظبط تكريم بيتسو موسيماني ومعين الشعبان لا ما انا بقول لحضرتك هو تكريم بيتسو موسيماني يعني هم جايبين بيتسو موسيماني يكرموه في القرعه على اعتبار انه حصل على ثلاثه دوري ابطال وثلاثه سوبر يعني لكن انا برضه من وجهه نظري كان ممكن الاتحاد الافريقي يكرم بيتسو موسيماني ويبعد عن الجزئيه دي خالص عشان لمنع للقيل والقال وما بقاش في كلام من هذا الامر لكن في النهايه الامور ما فيهاش مجامله يعني حتى اختيار بيتسو موسيماني جاء بفرق الاثقل في الساوسي يعني استاذ محمد معلش الناس الحياه عندهم سهله يعني الموضوع بسيط وبعدين هو ما اختارش بيتسو موسيماني هو اختار بيتسو موسيماني ومعين الشعباني معين الشعباني كان هيعمل قرعه دوري الابطال وكانت تستعين يعني هو ده اللي انا قلته وبيتسو يعني كان هو امر اضطراري في الاول والاخر وبيتسو كان هيعمل الدوري الكونفدراليه عشان ده فريقه هنا وده فريقه هنا اللي حصل ان الكابتن معين الشعباني اعتذر ليلا عشان مسافر بليل
بليلى اعتذر ليلى بليلى اعتذر ليلى تاني يوم الساعه 1 الظهر هعمل ايه بيبسو هيعمل الاثنين ادي اللي حصل بالظبط. هو الموضوع برضو اجمالا دون تعليق بسبب على كورونا يعني. على دون تعليق على كلام اي حد اجمالا احنا بنناقش القضيه. الراجل ما فيش جريمه ما فيش جنايه بالظبط كده تم ارتكابها لمجامله الاهلي. طب اقول لك اللي احلى من كده ولا مجامله سان داونز الاقوى من كده انه بيتسو موسيماني عن مجمل اعماله وليس فقط عن بطولاته مع النادي الاهلي. والدليل معين الشعباني المعتذر انه مش عن النادي المصري خالص لا عن مجمل اعماله مع الترجي وغيره من البطولات. وبالتالي الناس الموضوع عندهم بسيط. لو كانت هناك سمة حرج كانوا استدعوا اي نجم يا عم من اللي قاعدين في الصاله حتى. اتفضل حضرتك ايدك معانا بالظبط كورونا الموضوع ابسط مما تتخيل ربنا يديك الصحه استاذ عادل امام يتخيله الناس. الموضوع بسيط مش عامل فرق جامد في حاجه. بالعكس ده هو الراجل حتى مد ايده جاب سان داونز والهلال والمريخ ثلاث فرق تقال جدا. انا في رايي ان هم تقال جدا بصرف النظر بقى عن ايه مستواهم ايه دلوقتي. ممكن يبقى في خلاف على لا فرق جماهيريه كمان ايوه لا يعني مفيش خلاف على ان هم فرق كبيره والنهارده النادي الاهلي هو هيلعب معاهم 100% هيعمل لهم مليون حساب. ده صحيح. وده طبيعي بقى بالنسبه للفرق اللي عايزه تكسب البطوله. الوضع الطبيعي ان هو يبقى جاهز يا استاذ اوسي انه يلعب مع اي حد بالظبط كده. هو ده الكلام اللي قاله متكرره وهو ده يعني انت بتيجي النهارده تعمل قرعه السنه الجايه تعمل قرعه. ده اللي قاله بيتسو موسيماني. الاصعب بقى من كده ويمكن دي تبقى مسار اي جدل يعني ان اضيفت مواعيد هذه المباريات دوري الابطال الى زحمه اصلا موجوده. ما هو ده كان سؤالي الثاني يا استاذ يعني محمد. كاس امم افريقيا نعم اللي هتقام من 9 يناير ده من ده ل 6 فبراير ماشي. وبعديها كاس العالم للانديه في وسطها التداخل ده تداخل غريب جدا برضه من 3 ل 12 وبعدين انت المفروض تلعب من 11 ل 11 او 12 انت المفروض تلعب اول مباراه في دوري الابطال امتى؟ 11 او 12 اللي انت هتكون اصلا في كاس العالم للانديه. انا طرحت السؤال بقى اللي محيرني انت جاوب عليه. لا 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 بصراحه حكايه التداخل حاجه غريبه قوي والله حكايه التداخل يعني متخيل النادي الاهلي من كاس الامم الافريقيه لكاس العالم لدور الابطال داخل في الاشتباك الثاني كوكتيل يعني مع بعضيه حقيقة ده مفرمه الحقيقه يعني انا مش عارف ازاي الكاف عمل ده. السؤال اللي كان جاي ده يؤثر سيبك بقى من اللعيبه سيبك قصدي يعني من التوقيتات مع ان التوقيتات دي هي اصعب حاجه مش عارفين نحلها ومش هنقدر نحلها. اللي هيحلها هو المسؤولين. انت مجرد الاهلي ما يوصل ان شاء الله سيمي فاينل في كاس العالم للانديه خلاص. طب هيلعب الماتش ده ازاي؟ مش عارف. هيضطر الكاف ياجله. ممكن الكاف يقول لك ليه زي كاس الامم الافريقيه كده يقول لك لا مش هاجل والفيفا تحصل المشكله وتحصل الازمه. فشيء غريب جدا ان مؤسسات كبيره جدا مثل الاتحاد الافريقي لكره القدم والفيفا ان يحصل بينهم هذا التداخل وان الكاف نفسه في بطولاته يحصل بيه تداخل. يعني حاجه برضو الواحد مش متخيلها ازاي يعني انت هتخلص يعني هم كده ماشيينها بالبركه. والله العظيم ايه بقى بالبركه ان هم دلوقتي بيلعبوا كاس يقول لك احتمال كاس الامم الافريقيه تتاجل يا اخي او ما تتلعبش خلاص. فهم انا حدد كاس العالم للانديه لا تتلعب خلاص. انا بتكلم على لما هو جه حدد كاس العالم للانديه من 3 فبراير ل 12 فبراير داخله جوه كاس الامم الافريقيه. لا ما هي داخله جوه المباراه الاولى للنادي الاهلي والله ما يحدث بعدها كمان بمثابه انتحار كروي للعيبه والله العظيم. انت مش عارف مش هتلعب ازاي. هي فعلا يعني زي ما بتقول استاذ محمد ازاي هتحل المشكله دي نبيل لازم يتحكم. لا هم بانيين مش مفهوم الاتحاد الافريقي داخل هم بانيين على انه في النص يعني هيحصل حاجات مؤجلات يعني الضحيه الاولى كابتن اسلام هو الاهلي الضحيه يعني الضحيه في هذا التداخل هو النادي الاهلي. النادي الاهلي بيلعب في دوري الابطال بيلعب في كاس العالم للانديه والنص لعبته مع المنتخب وده منتخب مصر. طب منين يعني هم بيعتمدوا ان الاتحادين يا اسامه هيجي عليهم وقت البطوله المجمعه مثلا كاس العالم للانديه طالما مجمعه والاهلي مستمر زي ما قال الاستاذ محمد للسيمي فاينل خلاص ممكن يأجل له مباريات من دوري المجموعات. لكن هو الاهلي سيظل مضغوط زي ما حضراتكم قلتوا وبعدين هيظل يدفع ثمن في كاس الامم الافريقيه. يا استاذ عصام مصر توصل فاينل ان شاء الله خلاص بقت في مشكله بلا حل بقى الاهلي مش هيلاقي لعيبه. لا لو
يعني ان شاء الله ان شاء الله نوصل الدور قبل النهائي، حتى لغايه الدور قبل النهائي عندك ما زالت المشكله مجرد وصولك. انا ليه الناس دايما بتحط النادي الاهلي في وضع صعب زي ده؟ انت تختار ما بين بلدك وما بين انت يعني انا كلاعيب اعمل ايه برضه؟ وانت كابتن بنفس الوقت لا هتقدر تسحب لعيبه. نسمع بعض بس عشان الناس تسمعنا، لكن انا السؤال انت ليه دايما بتحطني انا كلاعيب؟ انا بقى هفكر كلاعيب، حضرتك بتفكروا انا كلاعب، حد ينفع يقول لي يجي يقول لي مثلا وده ما حصلش ولا هيحصل، حد ينفع يقول لك يا تلعب مع منتخب مصر تلعب مع النادي الاهلي؟ لا ما ينفعش. طب هو ده كلام، ما هي الاداره في نفس هو انت بتحط اللعيب، انت بتحط اللعيب والاداره في نفس الموضوع. الاداره في نفس حاجه غريبه جدا يعني، مربوطه بحبل نفس الحبل، الاداره مربوطه بنفس الحبل. في اداره هتفكر غير في منتخب بلدها اولا، وده اللي حصل مع النادي الاهلي ودفع ضريبته الموسم اللي فات منتخب الاولمبي وش وش ده قال وايه اللي حصل. انت يا استاذ عصام دلوقتي لا وما عندوش مشكله انه يدفع ضريبته دلوقتي، مش الاول انت بتقول حاطط لعيب بتاع الاهلي في مشكله بين المنتخب وبين النادي؟ لا انت حاطط الاهلي نفسه في مشكله. ما انا بقول لحضرتك الاداره الانديه ودوري ابطال افريقيا بالظبط. يعني ما انا مش فاهم 23 كل حاجه داخله عامله كده بعض. يعني ايه بتعمل كومبو لا يعني ايه ده مش كومبو ده سوربو لا يعني ايه في ثلاثه يبقى في ثلاثه مش في حاجه اسمها الرزنامه او الجدول الرزنامه بالمواعيد انت عندك المواعيد دي مشغوله ازاي تدخل فيها حاجه كاس العرب رزنامه ايوه ازاي عشان لسه جايين من كاس العرب بس تدخل جواها حاجه مش منطقيه مظبوط ده ابسط الحقوق ان انت تعمل جدول. بصراحه انا شفت كده الدنيا لقيت الدنيا عامله كده ده مش كومبو زي ما قلت لك دي لو في حاجه نقدر نعملها بس دلوقتي يا كابتن لو احنا وصلنا سيمي فاينل في كاس الامم الافريقيه هل الاهلي يسحب لعيبته؟ الاهلي مش هيقدر يسحب لعيبته عمره ما يسحب لعيبته من منتخب مصر ماشي. الحاجه الثانيه طب هتنسحب من كاس العالم؟ لا مش هنسحب من كاس العالم. طب احنا لو وصلنا اروح العب بايه؟ اروح العب بالصف الثاني اللي عندي وانا مفتقد لتقريبا القوام الاساسي. هو ده ينفع؟ هل ينفع ان ممثل مصر ما انا بقول لك هل ينفع ان ممثل مصر يطلع بهذا الشكل؟ طيب هل تنسحب الاهلي؟ هل ينسحب الاهلي من ممثل افريقيا في هذه البطوله يطلع بهذا الشكل؟ او يعني لو وصلنا هل ينسحب الاهلي من البطوله؟ الاهلي مش هينسحب من البطوله، ولو انسحب تبقى عليه عقوبات مشدده. لو وصلنا اوسي للسيمي فاينل محدش بيدي حلول. التاريخ هيكون كام؟ الاتحاد الافريقي تقريبا صامت تماما وما بيديش حلول وبيعقدها زياده يعني يعني بالميعاد الجديد ده بتاع دوري الابطال طيب ضغط اكتر. النادي يعني الاهلي طموحه ان هو يصل الى نهائي كاس العالم مثلا طبعا وعايزين نوصل لكاس العالم وصلنا حقنا نوصل لكاس وصلنا لكاس العالم هنلعب ازاي؟ ايوه ما انا بقول لحضرتك هتلعب 11 هاجلهم يعني النهائي كاس العالم للانديه هيبقى 12. طب احنا كنا بنلوم الفيفا علشان ايوه بتلوم الفيفا علشان منشف دماغه مع الكاف. طب انت بتنشف دماغك مع نفسك يعني انت الفيفا انت دلوقتي زعلان من الفيفا مشكلته انه بيلعب تيجي تعمل حاجه تانية متعارضه ابطال القارات في يعني فالاجنده متضاربه القارات لا هي مش متضاربه ده عالم 2 فبراير لو وصلنا نصف نهائي 2 فبراير وضعه غريب بصراحه. الاتحاد الافريقي والاتحاد الافريقي عامل لنا الاشكاليه دلوقتي الحاليه بين بطوله كاس امم افريقيا وبين ابطال الانديه الانديه وكاس العالم والكونفدراليه الدنيا ملخبطه كلها ببعضيها الكونفدراليه برضو ما لازم نحطها في هو الحل الوحيد ان هم قعدوا على الرزنامه زي ما قال الاستاذ جمال وجابوا التواريخ اذا السيمي فاينل يوم 2 فبراير سيمي فاينل امم افريقيا تمام النهائي هيكون 6 6 صح انت عندك هنا دوري الابطال 11 الاهلي هيلعب في كاس العالم للانديه تواريخه ايه؟ من 3 ل 12 من 3 من 3 فبراير اول ماتش خمسة. اول ماتش للاهلي هيلعب 5 اول ماتش للاهلي يوم 5 اول ماتش ما بنتكلم عن النادي الاهلي لو لعبت نص نهائي يوم 2 يوم 5 لو لعبت نص نهائي يوم 2 هتلعب ازاي يوم 5 باذن الله لو منتخب مصر فائز باذن الله ان شاء الله تمام مع ابويا الحاج كروش ازاي يعني انت محتاج الا كان الموضوع كله بيرتقي لمرحله ان النادي الاهلي في كاس العالم للانديه يلعب بباقي السكواد بتاعه يعني خلاص محسوبه بس كان هناك وعدا من الاتحاد المصري لكره القدم للنادي الاهلي خلال لا ده كان وعد سابقه من ثلاث اسابيع ان النادي الاهلي سيلعب بكامل نجومه وان المنتخب بس سيلعب ايه بقيه الوعد ايه مبني دي حاجات بتاعت ربنا محدش يسال طيب لما جه حد يسال إيه الوعد يعني قالوا دي حاجات بتاعت ربنا بشرط يا كابتن وعد غير واضح يا اساتذه انتوا ناسيين والله كملوا الجمله ليس كل ما يعرف يقال عامله زي وعد بولفر من لا يستحق لمن لا يملك طيب خلينا نطلع فاصل وبعد الفاصل هنرجع نكمل مع حضراتكم هذا الكلام
والله. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. استاذ جمال، الاهلي هيلعب بعد كاس الامم الافريقيه، وبالتالي اجهاد زي ما حضرتك قلت طبعا. مجموعه لاعبين كتيره بيبقوا موجودين مع منتخبنا الوطني بالنسبه للنادي الاهلي، وبالتالي كاس امم افريقيا من المتوقع ان النادي المنتخب يصل الى على الاقل الدور قبل النهائي، بعد كده بطوله كاس العالم للانديه، بعد كده دوري ابطال افريقيا، بعد اثناء كل ده الدوري، وبالتالي ايه 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 زي ما حضرتك قلت انت قلتها في الفاصل. اللهم بس بلغنا 15 فبراير بالظبط كده، ليه ال 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 الكارثه دي تكون فكت. بس انا اللي بخاف فكت بس اللعيبه. انا دايما بنظر للاعبين بصراحه ازاي. يعني النهارده فريق زي النادي الاهلي داخل في هذه المعمعه اللعيبه بتاعته، وبعدين نرجع او احنا ناس برضو احنا بنتفرج، ترجع تلوم على اللعيبه وعلى موسيماني ان اللعيبه مش قادره تقف. فانا بشوف ان الموقف صعب جدا، وطبعا طالما الفيفا والكاف اللي هما الاثنين الجهتين الكبار المسؤولين عن الكره بتاعتنا هما السبب في هذه الازمه، ليس امامنا غير حل واحد، ان احنا نتعامل مع هذا الموقف. انت عندك كام لعيب في القائمه تقدر تستعين بيهم؟ يعني لابد ان مستر موسيماني. بجد تتكلم بجد؟ انا بتكلم لا يعني هل انا دلوقتي مش بدائل. فعلها الاهلي مره بس دفع ثمن. لا 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 معلش يا استاذ عصام، لا مع البن الاثيوبي يعني لا مش هيلعب بفرقتين. كمل. هل انا لو اصل في ممكن حد يوديك للاتجاه ده، مش حضرتك، حد ممكن يوديك للاتجاه ده ان انت تلعب بفرقتين. لا 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 لكن انا بتكلم هل انا عندي استعداد انا كنادي او كمجلس اداره نادي او كجمهور لا ما حصلت وفشلت ان انا اولا اخسر لا قدر الله بطولة زي دي او شكل النادي الاهلي يبقى يظهر بشكل او باخر، دي اولا. ثانيا كل الفلوس اللي انا دفعتها دي عشان اجيب اللعيبه دي وفي الاخر لا احرم بيها، عشان اجيب اللعيبه دي عشان البطوله دي. لا اقول حاجه قبل ما وعايز العب في النهائي وعايز اوصل الدور قبل ما ننتقل لحاجه ثانيه. الاهلي مش عنده كاس الامم الافريقيه له لعيبته الاساسيه اللي هتلعب فيها طبعا مع المنتخب، عنده كاس العالم للانديه برضه اللعيبه دي داخله طبعا، عنده دوري الابطال طبعا، عنده الدوري العام طبعا. دي مشكله رهيبه لما بيفقد نقطتين الناس انت انا مش بقول بقى يتعمل فريقين طبعا، ده مرفوض تماما. مفيش فريق هيلعب بفرقتين، بس على الاقل العناصر، في عناصر كتيره لسه مش واخده فرصتها قوي. يعني مثلا لا بس هو الماتش اللي فات زي حسام مثلا، انا بدي امثله حسام حسن مثلا، كهربا لازم كهربا، كل اللعيبه المتواجده لازم يا جماعه يبقى هتشوف ده كله في كاس الرابطه اللي جايه يا كابتن، لازم دول يبقوا جاهزين برضو انهم يحلوا بعض. ما بقولش فرقتين بقى عشان ما حدش يفهمني غلط، يعمل روتيشن بس ما يقعش روتيشن محدود. يعني انت عندك مثلا مركز الظهير الايمن دلوقتي بقى اساسي ماشي يا استاذ جمال، ده شيء داخلي جوه فرقه الاهلي، ده شيء داخلي جوه فرقه الاهلي. احنا بنتكلم على المازق اللي فيه النادي الاهلي، والنادي الاهلي في موقف لا يحسد عليه. صحيح. النادي الاهلي دلوقتي مطلوب منه يلعب كاس الامم الافريقيه وكاس العالم للانديه ودوري الابطال والدوري في نفس الوقت بنفس التداخل بنفس المباريات بنفس اللعيبه، شيء مستحيل وشيء مستحيل طبعا. يعني اللي حاطط الجدول الجداول دي اللي حاططها الحقيقه لم يعني يفكر في مصلحه الانديه خالص ولا او ممثله يعني ولا حاجه. وفي تصفيه النهائي بتاع كاس العالم كمان في مارس، يعني دي محطه مهمه جدا يعني اللي هي دور الحاسم يعني منسيه شويه، بس مرتين داخله في الاجنده بتاعت هيفسح لها يوم او يومين ماشي رايح جاي. هي دي على الكل يا ريس، بس مشكله النادي الاهلي دي يعني مش موجوده مش مع اي فريق في القاره الافريقيه او في العالم الا مع النادي الاهلي. صحيح. يعني النادي الاهلي الوحيد على مستوى العالم على مستوى القاره الافريقيه اللي محطوط في هذا المازق الصعب الذي لم يتعرض له اي نادي من قبل في التاريخ. مظبوط. حاجه غير مسبوقه وحاجه نادره. مين يحلها احنا ما نعرفش، الله اعلم. الحقيقه يعني ايه مناشدات وكلام وكابتن مجلس الاداره بيطلع يا جماعه من فضلكم اقفوا، يا جماعه من فضلكم طب انا هعمل ايه؟ لا خلاص مفيش يا جماعه، دي خلاص اضافه الى حق جماهير الاهلي في استعاده بطوله الدوري، يعني اللي هي طبعا فقدت الموسم الماضي طبعا.
لا ده قصه ثانيه دي. ده حددها ثانيه دي اقل دي اقل حاجه يا استاذ سامي وان شاء الله. الحاله بتقول عليها اقل حاجه دي بس لما فقدت نقطتين بقى عندك مشكله. لا بقول لك يعني ده اقل اقل حاجه فيها مشاكل يعني دي ان شاء الله هتكمل دي ما فيهاش مشكله خالص دي خليها على جنب. خليك انت في الثلاث تقالات اللي انت موجود فيهم واللي مأزق اللي رجليك غرزه فيه ومش عارف تخرج منه ومش بايدك كمان مهما بذلت من جهد انت كنادي اهلي انك تخرج من المأزق ده. للاسف للاسف يا جماعه المأزق ده اللي عامله المنظمين يعني للأسف الكاف والاتحاد الدولي هم عندهم رؤيه مؤكده لكن على الاهلي الاتحاد المصري خلاص المقال ده هم رؤيه الاتحاد المصري مش انا الاتحاد اللي جاي اللي هو عدنا الاهلي هيلعب بكام نجومه. ما انا بقول لحضرتك انت اصلا قال لك وعد مين اصلا يعني ده لا قال لك ان هو يعني يا جماعه لا قال لك ان هو كمان ايه وعد بلفور. لا مش كده قال لك ان كمان ان الاستاذ احمد مجاهد المهندس احمد مجاهد قال لك ايه الاستاذ احمد مجاهد طلع من التصفيات قال لك ليس كل ما يعرف يقال فهي حاجه جديده يمكن هنعرفها او حروف جديده فرقه مش عارف مثلا او انه او انه مثلا الناس تبقى يعني تشكر بعضها او يقضوا واجب مثلا يعني كلام الحقيقه ملوش ماسكه وغير منطقي. الامل الان ان الاهلي يتحرك في حدود انه فريقه مجبر اخاك كبطل بقى أيوة. انه يعمل هذه التوازنات وده جزء فني بقى مع السيد هو ده اللي انا بقوله. ما انا بقول لحضرتك والباقي متوقف على اللي هيحصل بين الكاف والاتحاد الدولي لان كلاهما لدي رعاه وبالتالي هما مش هيتنازلوا ان البطولتين يتلعبوا امم افريقيا وبطوله العالم وكمان الشامبيونز ليج الافريقي تمام. على الاهلي بقى انه يكون جاهز ومستعد لكن في النص قد يحدث جديد خاصة البطولة المجمعة. أنا بقول لحضراتكم هيتعمل عليها هولد ربما أو تأجيل لمباراة إن أمكن للنادي الأهلي بس ده بشرط ومين تعيش دركوا بتقولوا الاتحاد المصري يمكن هم حسبتهم إن منتخب مصر هيرجع بدري وحدش فاضي المنتخب مصر يا أستاذ محدش فاضي يا عم جمال محدش فاضي المنتخب مصر. منتخب مصر هيسافر يا اخي ده رئيس اتحاد افريقيا يبقى هناك يوم 7 واحنا المدير الفني بتاعنا اجازه اليوم 1 يناير اللي كانوا بيتخانقوا على اللعيبه. الجديد بقى ان الراجل مش معقول يعني عمك الحاج كروش كان المفروض هيوصل النهارده كان يوصل يوم الثلاث بكره ان شاء الله. عمك انت قال لهم لا انا مش عايز اجي انا ابويا الحاج كروش عمك انت قرايب قال لك انا قال لك انا مش هاجي الثلاث هاجي يوم الاربع ايوه وهيجي يوم الاربع وبعد كده اللعيبه تاخد اجازه مد الدوليين 3 ايام اجازه وبعد كده يجي يوم كده. طب ومش المفروض ان احنا دلوقتي يا جماعه عندنا كاس امم افريقيا المفروض كان يجي يشوف الدوري يجي يجهز يجي يتابع اللعيبه يجي يعمل فين كل الدوري حاجه في الدوري يا عم لما تشوف الدوري ما شافهمش كانوا شغالين شافهم مين قال لك جاب على التلفزيون يا كوزي اصلا هو راح موزمبيق ما شافش الماتش هو راح موزمبيق عند اصدقاء هم ما شاء الله كان ليهم حد بيشتغل في الخليج عنده دش فهيشوف الماتشات لكن انت واحد ضيع ست ماتشات قويه ما لعبش بقوام الفريق على ان ينضم اليه القوات المحموله جوا ما شاء الله محترفين الخارج وما عملش ده وكل اللعيبه اللي اتخانق عليها واتخانقنا معاها عليها روحها قال فيصل يا عيني وغيرهم اللي عليهم مشكله ما انا بقول لحضرتك فانت مستني ايه يعني انت مستني ايه ده راجل اول كلام قاله ويبدو ان هو بقى راجل متفق وليس كل ما يعرف يقال في خمسه شارع الجبلايه متفق على انه بيبني زي ما انت قلت وجهزوا بقى ان شاء الله وناخد العفش بقى والعزال ونروح مع منتخبات اخرى بعد سنوات اخرى او ان لعيبه مصر كالعاده وزي ما بنشوف نجوم الاهلي يتفوقوا على نفسهم بقى وخلصنا ويقدموا بطوله قويه تستحق لكن الحقيقه اللي احنا بنقوله ده كله لا مكان له من الاعراب الا ان الناس بتفكر كده ناس ماشيه مغادره وجايبين ناس تانية هيحلوا مكانهم وليه لعيبه الاهلي بشكل خاص هم يكونوا ضحيه ده اللي حاصل عشان انت المؤسسه الوحيده اللي شغاله يا استاذ سامي بصراحه شديده انت المؤسسه الوحيده اللي شغاله الرياضه المصريه يعني طبعا لعيبه الاهلي بالذات هم ضحيه في المعركه دي او المحترق ده اللي غريب جدا مش مفهوم منه اي حاجه عشان حضرتك ما تروحش بطولات قاريه فتخش خزائنك فلوس فتبدا تقول انا معيش فتبدا تقول انا عايز استلف يعني انا عايز قروض يعني انا عايز كذا انت عامل نموذج بيضايق الناس يا جماعه باسم مين مش باسم مصر بغض النظر المساله ان الاحتراف ده يا استاذ سامي بيقتل الساده بتوع التطوع
بيقتلهم حقيقي، لانه ما بيحطش مكان عند الانديه الشعبيه اللي عايزين يطحروها خالص عشان مش عارف نادي ايه وخد جايزه ايه وحاجات كده، لا عشان سطوه رجال اعمال. ليه؟ علشان انت عامل كل المواقف المحترفه الحقيقه اللي بتقول ان هناك انكم وهناك مخروج للاموال، ولا داعي ابدا ان انت تحمل خزانه الدوله فتشتغل على صناعه بهجه وصناعه امن قومي في الجمهوريه الجديده. كيف عملوها وانت كنادي اهلي بتدفع الثمن؟ مفروض هتدفع الثمن او تحل المشكله بطريقه فنيه اللي يعني يتحدث عنها الناس الفنيين. ازاي انت تلعب، ازاي تعالج التداخل الغريب المريب في هذه البطولات؟ هم بقى قالوا اللي انت قلته ده. انا بقول حتى الان لم نكتشف علاجا لهذا الفيروس عشان تشيلوا خمسه شارع الجبلايه. هم قالوا اللي انت قلته ده بالظبط حضرتك والقوس. قالوا سيبوا بقى بتوع النادي الاهلي يحلوها. انا بقول لحضرتك الاهلي يحلها ازاي يعني؟ الاهلي ما هو القرار اللي يملكه الاهلي علشان يتخذ كده. انا عندي استعداد على فكره، النادي الاهلي عنده استعداد انه يحل، بس ما فيش في ايده قرار. ايوه، ما هو الاهلي قراره الوحيد ان هو من المفترض ان هو الممثل للقارة الأفريقية ولمصر في بطولة كأس العالم. فلازم يظهر بأفضل شكل، لأن هو انت الاتحاد الأفريقي عارف كده كابتن. الاتحاد ده هو ده اللي يملكه النادي الأهلي، يعني ان انا اجيب افضل لعيبة خلال هذه الفترة علشان يلعبوا هذه المباريات واحاول ان انا وصلت انت باسم الكرة المصرية بالذمة. الحاج عامر حسين، الحاج عامر حسين الرجل المحترم بتاعنا بتاع المسابقات، لو هو المسؤول عن تنظيم المواعيد دي هيعملها كده؟ لا والله، والله لا يعملها زي الفل. والله وهيرحل اسبوع من هنا وثلاث ايام من هنا والدنيا تمشي. مش فاهم ليه حاطين كله في جاكيت واحد. كله في يعني انت عندك جاكيت حاطط فيه كل حاجه. لان انت يا استاذ جمال بتمثل نفسك. مفيش اتحاد بيقول النادي اللي من مصر نعمل له ايه؟ للكاف ولا للفيفا؟ تسليم وتسلم بقى. طب ما انا بقول لحضرتك، يبقى انت مستني ايه؟ هم قال لك ايه يا عم؟ هم حرين بقى، جيراننا اللي جنبينا دول في المقر القديم يتصرفوا هم في خمس شهور. طب النادي الاهلي لما قدم مذكره بهذا الامر قدمها لمين؟ قدمها للاتحاد الاتحاد المصري. المصري بعتها الاتحاد المصري، بعتها الاتحاد الافريقي، بعتها الاتحاد الافريقي، طلع رئيس الاتحاد المصري الدولي. وجاءك الرد من رئيس الاتحاد المصري من الدوحه، قال لك محلول، الاهلي سيلعب بنجومه ومنتخب مصر سيلعب بنجومه. منتظرين الحل السحري ده. ما خلاص بقى، يبقى استناه، اقعد بقى هناك استناه. اوصي لا حل. طب الاستاذ احمد عويس قال لنا وهو في قطر ان الموضوع بتاع كاس العالم للانديه، انا فاكر في مداخله معاك موضوع كاس العالم للانديه شبه اتحل بترحيل المباراه الاولى والمباراه الثانيه. طيب اتحل ازاي بال11 و12؟ خلاص بقى، ما هو الثاني زنقها بقى. اتحل ازاي؟ هو دلوقتي يا جماعه ما فيش غير من يوم 6 ليوم 12. راح جايز يوم 3 ليوم 12. دعنا الان من مباراه 11 و12 دي تبع الكاف. يعني وقت ما الكاف اكيد هيأجل. شور لو الاهلي وصل سيمي فاينل. لو الاهلي وصل سيمي فاينل بكاس العالم. انت عارف اللي بعدها؟ لا هي كلها حل. لا دي لها حل. بعدها كلها حل. لكن المشكله في افريقيا وكاس العالم للانديه على الجوله الثانيه. الجوله الثانيه 18 و19 2 يعني عندك الجوله الاولى 11 و12 2 بعدها باسبوع 18 العوده اصلا يعني هترجع حسها في العوده اللي هي واحد بره جوه هي 1 2 3 لغايه 6 هي العوده الثانيه هتبقى 18 19 انت عارف لو الاولانيه 18 و19 تداول كانت الدنيا تبقى يعني ماشيه شويه يا اما يرحل بس. طب ما انت قبل ما ده يجرى ما انت المفروض تريح المواعيد دي. لا. طب انت عندك ايه؟ هم 1 و2 ابريل هو مش الجوله السادسه تمام. ايه اللي كان هيجرى لو 8 و9 ابريل؟ مش فاهم انا برضو. انا عايز حد في كاس عالم في الحته دي مفيش حاجه خالص. 8 و9 ابريل ايوه الجوله السادسه يا كابتن في رمضان 1 و2 ده هو كده لاعب 1 ابريل هيبقى رمضان. 1 رمضان ولا 2 رمضان؟ هيبقى 1 رمضان. واحد أو اول رمضان. لا انا عايز اقول يعني انه الاتحاد الافريقي برضه هو بيعمل اكيد نسوا ان في كاس عالم برضه. ده مؤكد ازاي يعني؟ لا لا هو اللي بيحصل ده الاتحاد الافريقي الناسي ان هناك بطوله اسمها كاس العالم. لا مش لا لا ما ينفعش يكون. لا والله يا كابتن اصل لا لا اصل مش حاطينها في الحسبان. متجاهل يا جماعه مش حاطينها في الحسبان. متجاهل ومتعنت. لا تجاهل دي يبقى حاجه مش كويسه قوي يعني. لكن مؤكد ان اللي حط الجدول السبوره واضحه.
السبوره واضحه ومكتوب فيها كل حاجه. ايوه المواعيد موجوده يعني زي ما بيقولوا جمال الرزنامه واضحه. اصل مش النادي الاهلي اللي يتوجه النادي الاهلي بطل افريقيا واخد البطوله اخر مرتين واللي هو اللي راح يمثلك في كاس العالم. النادي الافريقي عارف ان انت بطل افريقيا؟ تقريبا لا. اللي بالك في اثنين في اثنين من المكتب يعني ويالا الاسد انهم عرب يعني كانوا عربين في صفقه الناس تتسكن من غير انتخابات وبعد كده كانوا فاكرين متسبي خاضع للسيطره يعني حين لم يتم السيطره وبدا يجيب كولينا ويعمل ويحاول خبطوه مع انفنتينو فبيكسروا البطولات عشان يعني ما يجيش هنا تاني فاهم. حتى بلده اتخبطت علشان ايه يوروا له ان انت قاعد هنا بمعرفه ناس يعني فما تفكرش ان انت جاي فعلا تعمل الاتحاد اللي على مزاجك يعني. هو بص ده تخبط يا استاذ عصام ده تخبط يا كابتن بجد تخبط وعدم نظام فعلا يعني يدل على مش هقول سوء نيه هقول على جهل. لا استاذ جمال في سوء نيه لا كنت اتمنى أنا في سوء نيه انا جمال كنت اتمنى ان يكون فريق زي الرجاء اشقائنا عشان تشوف لقجع كان هيعمل ايه وهيتحرك ازاي. طيب هل من الممكن ان ننتظر علشان نشوف كانوا يعملوا ايه والسؤال لحضراتكم ممثلين في الكاف حقيقيين. طيب بمناسبه ممثلين للكاف حقيقيين هل من المتوقع عندما يتم انتخاب اتحاد كرة قدم جديد ابتداء من يوم 5 يناير 6 يناير هيكون من المفترض ان هيكون عندك اتحاد كرة قدم جديد ويعني في قائمتين طبعا بيتنافسوا مين لكن الاقرب لا يكسب يعني قصدك الاقرب مين هنشوف مين الاقرب ولكن في النهايه هيبقى عندك اتحاد كرة قدم عندك اسماء من الممكن جدا ان هي تساعد وبشكل كبير النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه ولا حضراتكم شايفين ان لا اتحاد كره القدم او الاتحاد المحلي زي ما الاغلب العام كانوا موجودين قبل كده. أيوة. انا بتكلم في الوقت لا خلينا طبعا فهمت انا بتكلم في الموقع لا ما هاش الوقت ده لا بص يا كابتن اتحاد كره قدم جديد يساعد النادي الاهلي خلال الفتره ابتداء من 6 يناير انا حسب توقعاتي وحسب اللي موجود وحسب اللي هيطلعوا واللي هيمسكوا لن يكون هناك جديد ولا قديم مش هيكون هناك جديد الامور والله ولا قديم يا جماعه لا لانه مش هياتوا بجديد الحقيقه ومحدش هيقدر يتحرك لان خلاص القسم الافريقيه هتكون بدات عشان فعلا والامور هتكون اتعقدت اكتر لا لسه هيبقى 3 ايام ثلاث يعني اعمل ايه في الثلاث ايام ولا اي حاجه يعني الرد على سؤالك مش هيكون في حاجه خالص هو مش في المهندس هاني ابو ريده بس الاتحاد الافريقي اللجنه التنفيذيه للاتحاد الافريقي واللجنه التنفيذيه للاتحاد الدولي يعني ازاي يعني طب يعني جماعه ده صوت في وسط كام صوت في النهايه هو بس يقدر ينقل وجهه نظر هو مين قال لحضرتك ان هو ما بينقلش وممكن يكون نقلها بس مين قال ان هو ما بينقلش معلش انا دايما انا دايما بشوف الناتج ايه الناتج ايه طب انت بقى اساله يا كابتن انت بقى فقره من البرنامج اساله عشان الحقيقه انت ما تتوهناش برضه يا كابتن الاسلام مين قال لنا ايه ما بننقلش اذا كان حتى الناس اللي جت ناس كانت شغاله في اوقات كانت عصيبه على الكره المصريه ودي قائمة ظل الرئيس ترجعني في الآخر أنا بكلمك على اللي بيحصل دلوقتي يا ما اللي بيحصل أصحاب. دلوقتي طب لا مجيب طب هل في حد قال لحضرتك أن الكابتن هاني أبو ريدة ما تكلمش فيما يخص النادي الأهلي؟ هل عندك معلومة بكده؟ أنا لو عندي معلومة كان إحنا جورنال جاية بعد إذنك يطلع لك الكرنيهات يطلع لك الكرنيهات لو اتكلم كانوا بعتوا لنا ما عنده مكتب إعلامي هو اتكلم يا كابتن فين طب الرد؟ اتكلم بس ما قالوش هو اتكلم بس ما فيش نتيجة بربط الحتة دي هو ده اللي أنا عايز أقوله أنا بربط الحتة دي بسؤالك يوم 6 يناير هو نقل وجهة نظر ومحدش خد بالك بالظبط كده يعني يوم 6 يناير يعني حين انتقلت وجهة النظر ماذا كان الرد؟ الحل فين؟ هو لازم يبقى وصلكوا رد بس عشان طب بس انا عايز اسال حضرتك سؤال وعايز اسال طب حضراتكم سؤال ايه الحل؟ انا عندي ماتش يوم 11 الحل ان يقود النادي الاهلي لا ثانيه واحده بس انا عندي ماتش قبل نهائي يوم 2 كاس امم افريقيا ونهائي كاس كاس امم افريقيا يوم 6 وعندي كاس عالم هيبدا يوم 3 اول ماتش للنادي الاهلي يوم 5 واول مباراه في دوري ابطال افريقيا يوم 11 او 12 ايه الحل بتاع الجدول يتاخد كده كابتن اسلام بالترتيب ده اللي انا كاتبه ده اهو انا كاتبهم ورا بعض لا انا عايز اعرف اسمع من حضرتك الحل لا 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 اسمع لا لا. من حضرتك الحل هقول لحضرتك طب نبدا من اليمين طب ابدا يا استاذ انا دي فاكر فوازير نيلي بتاعت زمان عروستي دي فزوره ما عندكش حل دي ما لهاش حل لا الحل من وجهه نظري اخر نداء ده احنا ندي نداء الاخير النادي الاهلي يقوم من جانبه بعرض الامر مره اخرى
ما هو عرض يا استاذ جمال يا سيدي الفاضل. ومحتاج عرض. انا ما قلتش ده محتاج عرض يا جماعه. انا ما قلتش ان هو معرض. هو لا لسه ما عرضش يا استاذ جمال. يا سبحان الله. طب الحل يا استاذ جمال. انا بقول ان ده اسمع بس. انا بتكلم هنا ان هو عرض قبل كده النادي الاهلي. تمام. ولم يكون هناك استجابه. تمام. حلو. يا عم انت قلت والناس هنرجع لك يا استاذ عصام. طيب انا هقول بس يا استاذ عصام. انت ليستر كسب ليفربول 1-0 ومحمد صلاح ضيع ضربه جزاء. انا بكمل بس النداء الاخير. اللي هو النادي الاهلي لا يملك الان غير ان هو يخاطب. تمام. فانا بطرح دي كفكره انه مره اخرى ونداء اخير يا جماعه هذا الوضع. مين الجماعه اللي هيخاطبه؟ هيخاطب الكاف والفيفا. ماشي. من خلال الاتحاد. من خلال الاتحاد. تمام ده الحل. الاستاذ محمد ما عندكش حل. ويحدث ما يحدث. لا انا ما ابقى في ظل. ما عندكش حل استاذ سامي. لا انا مش شايف ان في حل. استاذ عصام على الاهلي ان يخوض يعني حدوته وانه يكون جاهز فنيا يلعب في المواعيد زي اللي بينزل من القطر يركب القطر الثاني بجد يعني. ده ما فيش. طب ما هو ما فيش. ما هو وقت الله يعين الله. يعني انت تقصد. حلو جدا. انت تقصد ان هو يوم 5 يلعب بالمجموعه المتاحه. ان هو يلعب بالمجموعه المتاحه والاهلي عنده سكواد رائع الحقيقه. اضرب مثل بالمره عشان نشوف الزملاء يعني. الزملاء انا لما جيت اقول في امل في حاجه المفروض يبقى لينا ممثلين قالوا انه ما عملوا اللي عليهم بينما المفروض لو حد عمل اللي عليه كان رجع لنا. كان رجع لنا برضه يعني ولا عمل ولا يعني ما عملش. كان رجع لنا حتى برضه دايما هل حصل ولا ما حصلش. اكيد اكيد ما حصلش. ما هو لو حصل بالعكس انا بشوف ان العكس ان اللي حصل ان لازم انا لو انا ممثل عن حضراتكم انا هطلع اقول. لكن اقول ازاي اعمل ايه دي ما انا ما اعرفش. إيه انت برضه بتقول لي فزوره. ما هو النادي الاهلي فزوره اما كل حاجه في وقتها. لا ما انا بقول لحضرتك. لا ما انا بقول لحضرتك. هو انا بقول لك انه لم يحرك احد ساكن للنادي الاهلي. تمام. انت عندك معلوماتك اكتر إلا طبعا. انا متاكد النادي الاهلي بيبعد زي ما الاساتذه قالوا ويظل يرسل. أبا انا بساله. ما هو معلش حضرتك راجل محايد قاعد اتنين على يمينك واتنين على شمالك. اذا كان هناك سمة رد حتى بالرفض ما جاش ليه للنادي الاهلي الرد ده او للراي العام. هو مفيش رد يا فندم. هو الرد الرد يا فندم الرد ان نهائي كاس امم افريقيا يوم 6 وقبل نهائي يوم 2 وكاس العالم يوم 3 المباراه والاهلي هيلعب يوم 5 ويوم 11 و12 ده اول مباراه في دوري الابطال. ده الرد. يلعب ازاي الاهلي ده؟ خلي بالك انا بس يعني لو الاهلي برده صعد كاس عالم نهائي كاس عالم الانديه هيلعب يوم 12 ويلعب يوم 12 ويلعب برضه في نفس الوقت مع اللي تؤجل في نفس. يعني هي لو تأجلت يوم 11 و12 دي او على فكره ممكن يصدر مثلا مش قرار بتبقى حاجه اسمها قبل القرار بتبقى ان اتحاد كره القدم الافريقي يقول ايه يا جماعه احنا يوم 11 و12 لو الاهلي وصل يبقى احنا حلينا جزء. انا ارى ان الاتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي دي سهله. دي اسهل مدخل يا كابتن. دي اسهل مدخل يا كابتن. لكن في امل واحد ان المشكله تحل نفسها. ازاي المشكله تحل نفسها؟ ما دي مش طريقه اداره. لا ما هو هم سايبينها كده. الاتحاد الدولي ولا الاتحاد الاتحاد المصري سايبها كده ان دعا المشكله تحل ولا نفسها ولا اتحاد مصر. تحل نفسها ازاي؟ تحل نفسها ما فيش غير حل واحد بس ان منتخب مصر لا يصل الى هم سايبينها كده او ان البطوله من الثلاثه تموت. لا هتموت ازاي يعني؟ تخبط عربيه ويا رايح. ده يعني مش معقول والله. اصل انتوا والله وهي معديه الشارع كده تقوم خبطها عربيه. انتوا عاملين الموضوع ثلاث بطولات يمشوا كده مع بعض واحده فيهم عربيه تصها. انا بقول لا بجد والله مش مظبوط الكلام. يعني شايف ان اداره الاهلي كلامهم يعني مش كلام. شايف اداره الاهلي لازم تعمل بيان. تعمل اكتر من كده. تعمل بيان وتصرح وتواجه بيه كل المعنيين. النداء الاخير. والنداء الاخير وصرح بيه كل المعنيين. فتطلع انت بقى بتسخن الشارع ومش عارف ايه زي ما يعني اتفقنا ان كنت النهارده استطاعه والاهلي صرف ملايين الملايين عشان يحقق بطولات ويجي اللي يقطع عليه الطريق بهذه الروح يعني الطريقه غريبه. فيعني اداره الاهلي ليس امامها غير مصارحه الجماهير ووضع كل مسؤول. مصارحه الجماهير ما هي مصارحه يعني. ووضع كل مسؤول. اداره الاهلي هتطلع تقول ايه؟ اداره الاهلي بتناشد كل الاتجاهات وكل المؤسسات وتحل لها المشكله. تجدد الاداره واضح وواحد ومعروف. انت حل لي مشكلتي. خلينا ادي لعيبه المنتخب يا استاذ جمال. خلينا ادي لعيبه المنتخب يلعبوا مع منتخب بلادهم ويدافع عن الوان المنتخب المصري وفي نفس الوقت انا برضو العب باسم النادي الاهلي والعب بكاس العالم للانديه واحقق هدفي واحقق طموحي وخدت برونزيه في المره اللي عدت يبقى هدفي فضيه او ذهبيه. ده النادي الاهلي عايزه. لكن الظروف لا تساعد النادي الاهلي على هذا الفعل. لا توجد اي وسائل او طرق يمكن للنادي الاهلي ان يسلكها
في الوضع اللي احنا شايفينه. عشان كده انا بقول في سوء نيه وسائل الاعلام وقناه النادي الاهلي اذاعت النهارده راي اثنين من كبار اللعيبه العالميين امبابي ولوفاندوفسكي، رايهم في كاس العالم كل سنتين. لا بيقول لك مش قادرين رفض احنا كامل. ما انا عايز اقول ان الفيفا صح. ولا الكاف بيشتغل لمصلحه اللعيبه، ده بيشتغلوا عشان الرعاه جايين في شويه فلوس جايين من هنا وجايين. طب واللعيبه دي تموت يعني يا جماعه؟ ما هو برده مش منطق. ما هو هيزود عدد الفرق بعد كده مستقبلا في كاس العالم للانديه وهيعتبرها بطوله كبيره جدا. انا شايف مش عارف 14 4 كل سنه. ده انا بديك فكره، مش عالم للانديه برده هيزيد عدد اللعيبه اسمه استهلاك. عموما هنشوف ايه اللي هيحصل لان الحقيقه الوضع اصبح معقد للغايه جداً. ونتمنى ان يكون كل واحد بدوره. بقى وضع ماساوي لانه اتمنى، انا شخصيا اتمنى ان اتحاد كره القدم المصري قد يكون له دور بداية من يوم 6 يناير أن يكون له دور مع النادي الأهلي خلال الفترة القادمة. أتمنى أن يكون المهندس هاني أبو ريدة له دور خلال الفترة القادمة. أتمنى أن ده يحصل. أتمنى أن يكون كل من له دور خلال الفترة القادمة يحاول مع النادي الأهلي، لأن النادي الأهلي ده بيلعب باسم مصر طبعا. باسم أفريقيا. فلو لعبنا بكاس العالم هنلعب في كاس العالم للأندية باسم القارة الأفريقية كبطل دوري أبطال أفريقيا. فأتمنى أن كل واحد في مكانه يشوف شغله خلال الفترة اللي جاية، لأنها وقت مهم جدا والوقت عمال يقرب يقرب يقرب. وهنشوف إيه اللي هيحصل خلال الفترة اللي جاية. أنا بشكرك جدا يا أستاذ جمال على وجودك. شكرا جزيلا. كل سنة وكل سنة وحضرتك طيب. شكرا جزيلا يا أستاذ محمد على وجودك معنا. شكرا جزيلا يا أستاذ سامي. شكرا جزيلا يا أستاذ عصام. كل سنة وحضرتك طيب يا كابتن. كل سنة وأنت طيب. الأمة المصرية بخير ودايما طيبين. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. إن شاء الله حلقة جديدة من البيت الكبير غدا في تمام الساعة 10. انتظرونا. أشوفكم على خير إن شاء الله.